بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ محاضرتنا إن شاء الله اليوم بعد ما أنهينا المحاضرة السابقة والتي سبقتها في موضوع الفيرتلايزيشن والإمبلانتيشن، ووصلنا إلى مرحلة تكوين الإمبريو. اليوم نتحدث عن الجروث والديفلوبمنت للجنين. راح نبدأ من الأسبوع الثالث والتطورات اللي بتحصل مع الجنين والترايلامينار ديسك اللي هو القرص ثلاثي الطبقات. الجاستروليشن تعريفها طبعا هي البروسيس اللي فيها بيتم الفورميشن للثلاث جيرم لايرز اللي هو تكوين الثلاث طبقات. إذا هي عملية تكوين الطبقات الثلاثة، الإكتوديرم والميزوديرم والإندوديرم. تبدأ من خلال تكوين وتشكيل اللي هو الجروف اللي هو خط الوسط، الجروف الأخدود على الإبي بلاست، وهان يسمى الخط البدائي برايماتيف ستريك، وتسمى النهاية الرأسية لهذا الخط. نهايته بتكون باللي هو برايماتيف نود للعقدة النهائية، وفي الوسط بيوجد برايماتيف بيت اللي هو حفرة بدائية. هذه الإبيبلاستيك سيل تنتقل أو تغادر أو تهاجر، وبتروح بتتركز وين؟ إلى الخط البدائي اللي هو البرايماتيف ستريك، وهذول كلهم طبعا بيكونوا تحت الخط البدائي وبشكله يبدأ اللي هو في فورمينج للإندو دير. هان عندنا في هذه الشريحة نجد انه بعض خلايا الإبيبلاست بتشكل اللي هو الميزوديرم المتوسط في الجنين، وبالتالي تبدأ الإبيبلاست بتكون مصدر اللي هو يعني الطبقات الثلاثة. الإبيبلاست منها بتبدأ اللي هو الطبقات الثلاثة اللي هي الإكتوديرم، وهذه بتكون الدورسالي اللي هي الظهرية، والإندوديرم وتمثل الفنترالي اللي هي البطنية، واللي هو الميزوديرم اللي هي بتكون الطبقة الوسطى. من هذه الطبقات الثلاثة بتكون جميع أعضاء وأنسجة الجسم، زي ما احنا رايحين نشوف لاحقا كل طبقة ايش الأعضاء اللي والأنسجة اللي ممكن تتكون من كل طبقة من هذه الطبقات. الآن نيجي لمرحلة الفورميشن للنوتوكورد اللي هو الحبل الظهري. طبعا تبدأ خلايا الإبيبلاست بتغليف حفرة البرايماتيف بيت اللي تكلمنا عنها، وبيهاجروا في خط الوسط زي ما احنا شايفين في الصورة، وبتتشكل لوحة، هاي النقاط اللي موجودة المسمى بالنوتوكورد اللي هو الحبل الظهري طبعا. والنوتوكورد بيقع بين اللي هو الاندوديرم والاكتوديرم، وبتتشكل هذه وبتشكل هذه اللوحة حبل يبدأ بالصلابة والمتانة، وهذا الحبل بنطلق عليه اللي هو النوتوكورد. والحبل هذا بيكون في المحور و يشكل الهيكل العظمي للجنين، منه بتبدأ تشكيل الهيكل العظمي، وبيكون تكوين الطبقات الثلاثة بشكل واتجاه أيضا رأسي، يعني أنها بتنشأ أولا في منطقة الرأس ثم في الذيل، وتتطور الأنسجة والأعضاء في اتجاه رأسي. ايش الفانكشن للنوتوكورد؟ وظائف النوتوكورد انه هذا النوتوكورد يعني بصير له ديجينيريشن، يعني تحلل او تحول يختفي، وتبدأ ظهور اشكال اخرى اللي هي الفقرات، وهذه بتكون الفقرات نواة اللي هي النيوكلياس لايش؟ للاقراص الفقرية اللي هو الفيرتبرال ديسك اللي راح تكون عبارة عن العمود الفقري.
طبعا بيعمل كمحفز أساسي في الجنين، وبيكون محرك رئيسي في سلسلة هذه الحلقات، وأيضا بيعطي الإشارات لتحول خلايا الجنين غير المتخصصة إلى أنسجة وأعضاء بالغة. الديفلوبمنت للتروفوبلاست. الآن بدنا نتكلم عن اللي هو بداية الأسبوع الثالث، والتروفوبلاست إيش فيها بيكون. طبعا التروفوبلاست في بداية الأسبوع الثالث تتميز أو characterized by primary villi، وهذه بتتشكل من سايتو تروفوبلاست زي ما تحدثنا في المحاضرة السابقة، اللي بتغطي الساينو سينيشيو تروفو بلاست، وبتتوزع المساحات، بتم توزيع للمساحات الفاصلة. خلايا الميزوديرمال سيل هذه تغزو اللي هو الفيلاي، وتسمى تغزوها وتندمج معها، بس ينتج عنا اللي هو السكندري فيلاي. الديفلوبمنت ايضا للتروفوبلاست بمر بمرحلة ثالثة، وهي انه الفيلاي هذه بعد ظهور تظهر بعد هيك اوعية دموية بلاد فاسل، وبعد ظهور الاوعية بيكون عنا اللي هو التيرشري فيلاي. التروفوبلاست بعد تشكل وتكون اللي هو الفيلاي كلها مع بعضها بنسميها اللي هو الكوريون، بيتكون عنا الكوريون المشيماء باللغة العربية. طبعا هنا البلاد فاسل الأوعية الدموية في الفيلاي بتكون متصلة بالسيركوليشن للإمبريو بدورة اللي هي الدموية للجنين. الفانكشن للفيلاي، أول إشي نيوتريشن، مصدر للغذاء، بتوصل الغذاء لمين؟ للإمبريو. برضو عملية فيكسيشن للإمبريو، تثبيت منها، بيتم تزويد المنطقة بالعوامل اللي بتساعد على التثبيت. أيضا لها دور في عملية الريسبيريشن للإمبريو، وبرضو الإكسكريشن للإمبريو، عملية التنفس وعملية اللي هو الإخراج، كلها بتتم من خلال الفيلاي. الكلينيكال أبليكيشن، الكلينيكال أبليكيشن إحنا في الأسبوع الثالث بنشوف يعني من نمو الجنين في يعني عوامل كثيرة قد تؤثر على الجنين ان احنا ما انتبهناش الها، زي مثلا هذا الفاكتور زي الادوية. يعني من حد ما يصل الجنين للشهر الثالث او في الثلاث شهور الاولى لازم نكون احنا منتبهين من انه الست الحامل ما تكونش بتاخد بعض الشغلات اللي قد تؤثر على الجنين، زي في بعض الادوية لها مضاعفات على الجنين، الدرج، الكحول، والراديشن برضو، الاشعاعات لها دور. هذه كلها لو الست الحامل كانت تتعامل معها او تتعاطى معها راح يسبب عنا اللي هو congenital anomalies to embryo، اللي هو تشوهات خلقية للجنين. اذا بدنا نتكلم الان عن مرحلة من الامبريونيك بيريود from third to eighth week، من الاسبوع الثالث الى الثامن، نشوف ايش بيحدث في هذه المرحلة. طبعا من الاسبوع الثالث للثامن هي الفترة اللي بتتكون فيها زي ما قلنا الطبقات للإكتوديرم والإندوديرم والميزوديرم، وهذه الطبقات تنمو وبصير لها ديفرانشيشن، والديفرانشيت الى تتمايز الى تيشوز والى أورغانز. طب نشوف كل طبقة من هذه الطبقات ايش بينتج عنها من تيشو او أورغانز. الإكتوديرم، الإكتوديرم منها بينشأ اللي هو الجهاز العصبي المركزي أو المحيطي، وأيضا الجلد السكن، والبيتيوتري جلاند اللي هي الغدة النخامية. الإندوديرم إيش بتعطينا؟ الإندوديرم بتعطينا اللي هي خلايا الإبيثيليال اللي هي بتكون لينينج مبطنة للجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، وأيضا جزء من اللي هو المسالك البولية. نيجي للميزوديرم، سجلوا عندكم هذه الميزوديرم. الميزوديرم بينتج منها اللي هو القلب، الهارت، والبيتيوتري
العظام، البون والعضلات، المصل. إذا الثلاث طبقات يتكون منها معظم أو غالبية اللي هو إيش؟ الأعضاء والأنسجة اللي بتتكون في جسم الإنسان. الفيتال بيريود، فترة الجنين، طبعا بتبدأ من الشهر الثالث. الآن أصبح عندنا في من الشهر الثالث بيصبح عندنا جنين، وبيتميز هذا الجنين بعد تحول الخلايا والطبقات إلى الأعضاء. وبداية تكون الجنين زي ما قلنا بتكون من الشهر الثالث، وبتتميز بإيش؟ بالنمو السريع للجسم وللأنسجة. هنلاقي الكتلة الداخلية الانر سيل ماس عبارة عن تجويفين، اللي هو اليلك ساك اللي هو الكيس الأصفر قلنا عنه سابقا، والأمنيوتيك كافيتي اللي هو التجويف المحيط بالجنين. اليلك ساك بينتج خلايا الدم والخلايا الجنسية. الأمنيوتيك كافيتي هذا هو الغشاء اللي هو المحيط بالجنين وبيتحرك في الجنين. طبعا هذا الجنين لما بيتحرك بيتحرك من خلال وجود سوائل برضو محيطة فيه، وقد يكون من هذه السوائل اللي هو اليورين، فيتال يورين، يورين الجنين، الإفرازات اللي بتصير من الجلد ومن الجهاز التنفسي ومن الأغشية المحيطة بالجنين، وبنسميه الأمنيوتيك إفلويد. زي ما احنا شايفين هاي الصورة عنا، هاي اليلك ساك باللون الأصفر، والمحيط اللي هو الكوريون باللون الأخضر المحيط بكل الجنين، وفي داخل الجنين زي ما احنا شايفين الأمنيون والأمنيوتيك فلويد باللون الأزرق، ومكونات اللي هو الجنين اللي تكلمنا عنها. هذا أيضا صورة توضيحية أخرى للطبقات الثلاثة وإلى أيضا اليلك ساك وإلى الكوريون. نيجي للجستيشن بيريود. الجستيشن بيريود اللي هي مرحلة الحمل. مرحلة الحمل أو فترة الحمل بتنقسم إلى 3 ترايمستر، ثلاث مراحل، يعني 9 شهور لو جينا نقسمهن نقسمهن إلى 3 ترايمستر، ثلاث مراحل، الثلاثة الأولى، الثلاثة الثانية، الثلاثة الأخيرة. طبعا كل 3 شهور مرحلة. في المرحلة الأولى من الحمل اللي هي 3 شهور الأولى تكلمنا عنها، قلنا بتبدأ من وين؟ من الأوفا، من الأوفا الملقحة اللي بتبدأ السبير مع الأوفا، وبيحصل إيش؟ الفيرتلايزيشن، بعدين بتكون عنا المورولا، وبعد هيك تتحول المورولا إلى بلاستوسايت، وبعد هيك بصير عنا اللي هو الإمبلانتيشن، الغرس، وبعد هيك يتكون عنا أو يبدأ الإمبريو. المرحلة الجنينية الأولى بتستمر لغاية الأسبوع الثامن، يعني لبداية اللي هو الأسبوع التاسع، يعني هاي بنقسمها بتطلع في حدود اللي هو 3 شهور. ويصبح هذا في هذه المرحلة يصبح الإمبريو بحلول اليوم 35 يصبح فيتس اللي هو جنين، ويبدأ عنده نبض قلب البيتنج للهارت، وتبدأ اللي هو العيون واللمب تظهر وتبدأ في عملية اللي هو التكون. بحلول الشهر الرابع المانث فور تبدأ المرحلة الثانية. المرحلة الثانية تتكون أساسيات، يعني معظم الأورغان سيستم ار فورد اند فانكشنينج، معظمها بتبدأ تتكون الأعضاء مش هيك وبس، وبتبدأ في العمل وفي أداء وظيفتها، وبيكون نمو الجنين هو عبارة عن مسألة وقت. يبدأ في إيش؟ في إنه يتطور وينمو ويكبر. برضو في نهاية الشهر الثالث وبداية الرابع بيبدأ عنا اللي هو البلاسينتا في دورها، البلاسينتا في دورها وفي عملها. طيب البلاسينتا، البلاسينتا هذه بتطور الكوريون إلى جزء من وبيعطينا اللي هو البلاسينتا، والكوريون فيلاي ترتبط بالجنين، وبترتبط في إيش؟ في الدورة الدموية مع
البلاسينتا. البلاسينتا كومبوزد اوف بوث فيتال اند ماتيرنال تيشو. يعني البلاسينتا بتتكون من انسجه من الجنين والام مع بعضها البعض، وتحيط ب اللي هو الجنين وإلها دور في عملية اللي هو تغذية الجنين. هاي زي ما احنا شايفين هاي البلاسينتا اللي هو الكوريون اندومتريوم على الجهة اليمين، وكيف في وسطها الفيلاي اللي هي بتغذي الجنين بالدم. والجنين هاي موجود وبدأت تتكون الأعضاء زي ما قلنا وتظهر، وهي الأمنيوتيك فلويد محيط فيه وبيسبح فيه هو، والأمنيوتيك ممبرين الموجود بيغلف الجنين مع السائل الأمنيوسي. وهذه هي التشكيلة اللي بكون أو الشكل اللي بكون عليه الجنين في بطن الأم. إذا الفانكشن للبلاسينتا لو بدنا نتكلم عن فانكشن إلها، اللي هو دورها ترانسفير للجازز، عملية تبادل الغازات، ترانسبورت للنيوتريشن تنقل الغذاء، اكسكريشن اوف ويست افراز اللي هو الفضلات، برضو هرمون برودكشن. والبلاسينتا لها دور في عملية افراز الهرمونات وبتشتغل از اندو اكراين وتمبراري اندو اكراين مؤقت طبعا، والاستروجين والبروجسترون ممكن انه يتم انتاجه منها عشان يساعد في عملية اللي هو ايش تثبيت الحمل وبقاء الحمل ثابت في رحم الام. طبعا لها دور ايضا formation of barrier incomplete اللي هي بتشكل حاجز غير كامل ونون سيلكتيف وغير انتقائي، وبتمنع يعني عبور بعض اللي هو الشغلات، يعني زي مثلا اللي هو الكحول والاستيرويد والناركوتيك والانستاتيك وبعض برضو الانتيبيوتيك وايضا الاورجانيزم تمنعها انها تعبر. يعني بتشكل حاجز من عبور اللي هو الكحول والمنشطات والمواد المخدرة والمضادات وبعض الكائنات الدقيقة. الصورة اللي امامنا بتوضح اللي هو عملية انتاج الهرمونات في فترة الحمل. شوفوا مع من 0 إلى 1 اللي هو من اليوم 0 إلى اليوم 30، 0 اللي هي بداية الدورة زي ما الأوفاريان سايكل تكلمنا عنها، إلى اليوم الأول احنا بنلاحظ اللي هو دور وتصاعد هرمون البروجسترون والاستروجين. طبعا في نهاية الشهر إذا حصل حمل بيظهر ان زي ما قلنا هرمون البيتا اس سي جي الهيومن كوريان جونادوتروبين، وبيرتفع وبيزيد بيزيد انتاجه، وبيبدا مع الشهر الثالث الى الرابع في النزول تدريجي، ويبقى بنسبه يعني اقل بكثير مما كانت عليه في الشهر ما بين الشهر الاول الى الثالث، وبيستمر. ايضا زي ما حكينا قبل شويه يبدا البروجسترون والاستروجين في الزيادة لأنه لهم دور مهم في عملية اللي هو تثبيت الحمل اللي موجود عندنا. الكويكنينج طبعا هنا المصطلح هان يتكلم عن عملية فيها تسارع من اللي هو الخطى. كويكنينج اللي هو السرعة أو التسارع، تسارع الخطى في اللي هو الريبرودكشن أو الريبرودكتيف ل الجنين بيكون بشكل يعني ملحوظ. هنا بنلاقي انه الحركة الاولى للجنين تشعر فيها الام عادة خلال نهاية الشهر الثالث، يعني في الشهر الرابع او الخامس من الحمل تلاقي بدأت تشعر بحركة للجنين وبيضرب وبيتحرك. في حلول الشهر السابع مع الشهر السابع بتلاقي الحركة هذه تزداد ونشاطه وحركته، وزي ما بيقولوا كثرة اللي هو يعني الحركة والغلبة في الجنين، وبيكون نشيط جدا. بعد هيك بيبدأ في شوية بعد الشهر السابع، في الثامن بتبدأ تقل شوي شوي، في الشهر الأخير بيصبح أقل حركة وأقل نشاط. ليش؟ لأنه طبعا إحنا زي ما إحنا عارفين إنه في الشهر التاسع يكبر حجمه، طبعا الاعتبارات اللي هي بتسبب نقص الحركة إنه الحجم بيكبر
والفراغ اللي حواليه بصير ضيق، بيقدرش يلف زي ما بده، ولا يتحرك ولا يضرب ولا يعمل حركات زي ما هو عايز. فهذه الاعتبارات اللي هي الحجم، حجمه وضيق المكان والفراغ اللي هو موجود فيه بيخفف الحركة شوي. في نهاية البريجنانسي، نهاية الحمل، تصبح الأم والرحم في حالة الريتبر، يعني في سرعة، يعني بيكونوا سريعين الانفعال. هنا التطورات والتغيرات بتختلف، هو بتشتد عليه الأمور وأيضا الأم كذلك بتشتد عليها الأمور، وبيبدأ عندها شغلات أو مراحل جديدة. هنا الرحم اليوترس بيحدث له تقلصات كونتراكشن وانقباضات، أيضا بتكون متقطعة وبتكون يعني غير مؤلمة في أولها، خاصة في اللي هو الشهر التاسع، وبيكون عندها شغلة تشبه أو بنسميها اللي هي الطلق، وبيكون هذا كل 10 إلى 20 دقيقة، انقباض متقطع كل فترة. وهذه الانقباضات اللي في الشهر الأخير بتصير الأم تشعر فيها بتزيد عند قرب الولادة وعند بداية اللي هو إيش، البارتيو ريشن اللي هو المخاض، وبيبدأ عنق الرحم السيرفكس تثن اند دايليت، يبدأ في التوسع. مرحلة البارتوريشن أو الليبر طبعا هذه المرحلة مرحلة الولادة، بتمر في 3 ستيج. الستيج الأول إنه تبدأ الولادة الحقيقية وقتيش، لحظة ما يبدأ اللي هو زي ما قلنا التمدد والتوسع في عنق الرحم، لما يصل إلى 10 سنتي، بيكون 10 سنتي طبعا بيحدث كونتراكشن، تقلصات في الرحم، وبيحدث برضو دايليتيشن، تمدد لعنق الرحم، وبينتج أيضا تمزق الكيس اللي هو الأمنيوتك ساك، وتبدأ اللي هي عملية إيش، الولادة. هذه العملية الأخيرة اللي بتبدأ فيها الولادة قد تستغرق من 6 إلى 24 ساعة، بتعتمد زي ما هو ذاكر عنا هنا على حسب عدد الولادات السابقة، يعني ممكن 6 تولد بعد ما الكلام اللي حكيناه هذا في الدايليتيشن والتوسع ال10 سنتي، ما تاخذش 5 6 ساعات اللي هي والدة، في ممكن لا، هو بيصبر يتم لغاية 24 ساعة حسب اللي هو ايش، عدد الولادات السابقة. ليش حسب عدد الولادات السابقة؟ طبعا الست اللي ولدت قبل هيك بيكون عندها شوية أقل خوف من الست اللي أول مرة بتولد وبتضغط على نفسها، وبصير عندها كونتراكشن أكثر، وبرضو صار في عندها سابقا دايليتيشن في الحوض وفي التوسع في الرحم، يعني الجسم مهيأ تماما عكس اللي هو الولادة الأولى اللي بيكون فيها الصعوبة شوية. إذا البيرث بروسيس ميكانيزم بيتم زي ما احنا شايفين في السيركل اللي عندنا سريعا، اولا الفيتال هيد از فورس توورد سيرفكس، الراس بيبدا طبعا السيرفكس بصير له ستريتشد، بيتمدد طبعا الستريتشد هذا بي بي بيحث وبيزيد، بعد هيك بيحدث عندنا اللي هو زي ما قلنا الانقباضات اللا اراديه، السترونجر يوترين كونتراكشن، بعدين الفيتس از موف داون رود، بصير الكونتراكشن هذا بصير ايش، ضغط على الجنين في انه يخرج، ويتم خروج الجنين الى خارج اللي هو الجسم. طبعا المرحلة الثانية زي ما قلنا هي الفترة اللي بيحدث فيها اتساع عنق الرحم لأقصى حد حتى الولادة، يعني لغاية ما الست تولد. هذه العملية بتستغرق برضو اللي هو من دقائق إلى ساعة حسب أيضا الست وظروفها وعدد الولادات، كمان برضو مرتبطة فيها. هان في الستيج 2 قبل ما يخرج الجنين، هنا بتكون الانقباضات اللي هو الطلق اللي بنحكي عنه باللغة العامية بيزيد ومتكرر أكثر من ذي قبل. في الستيج رقم 3 اللي هي المرحلة الأخيرة يحدث عندنا اكسبلوشن للبلاسنتا، بصير طرد وخروج للبلاسنتا، وعادة تحدث هذه في غضون 15 دقيقة بعد الولادة، وقد تصل
إلى من 5 إلى 60 دقيقة. وهذه طبعا ملخص اللي هو ملخص الجروث والديفلوبمنت دمجناه في هذه المحاضرة، علشان بعد هيك ندخل في المحاضرة القادمة إن شاء الله، واللي راح تنقسم على أكثر من بارت، ونتكلم فيها عن إيش المشاكل والتشوهات اللي ممكن إنها تحصل وللجنين. والسلام عليكم ورحمة الله.